واصل منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة فعاليات اليوم الثالث بحلبة البحرين الدولية بالصخير وسط إشادات كبيرة من المشاركين. وتنعقد منذ الصباح ورش عمل تفاعلية متصلة تتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع الخبراء والمتخصصين الدوليين. وقد شهدت ورش العمل إقبالا كبيرا من قبل قادة الرأي ومن قبل صناع السياسات من مختلف دول العالم لأجل الوصول إلى حلول مبتكرة في مجال الخدمة العامة والحكومة الإلكترونية. بالتوازي مع معرض الابتكارات في الخدمة العامة، يواصل منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة فعالياته لليوم الثالث على التوالي بإقامة 7 ورش عمل تتمحور حول تطوير برامج الحكومات الإلكترونية. وإلى جانب المشاركة العربية والخليجية، شهدت ورش عمل المنتدى حضور العديد من المشاركين الأجانب من قادة وصانعي السياسات في مجال الحكومة الإلكترونية. وفي ذات السياق، أشارت نائبة وزير الاتصالات بجمهورية مولدوفا إلى أهمية الورش المصاحبة للمنتدى التي تتيح للمشاركين تبادل الخبرات والمعارف حول ما من شأنه تطوير برامج الحكومة الإلكترونية. تحمل هذه الورش أهمية كبيرة خصوصا في مجال تبادل الخبرات والمعارف، كما أنها تتيح لنا كمشاركين أجانب التعرف أكثر على تطور دول الخليج العربية في مجال الحكومة الإلكترونية والخدمات العامة. جاءت مشاركتنا في هذه في ورشة العمل اللي هي طبعا GCC للاستفادة من تجارب دول المجلس التعاون الخليجي، خصوصا ان اغلب دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوط كبير في مجال الحكومه الالكترونيه وتطبيقاتها سواء للمواطنين او للمؤسسات في الدوله. من ضمن فعاليات هذا المؤتمر هي الورشه الخاصه لدول مجلس التعاون اللي هي لعرض تجارب دول مجلس التعاون، عرض المشاريع الفائزه وعرض المشاريع المشاركه في كثير من في عدد من دول مجلس التعاون. هذا ومن المقرر ان ينتهي اليوم الثالث من المنتدى بفعاليات ثقافيه بحرينيه تتيح للمشاركين التعرف عن كثب على الثقافه البحرينيه. ساره البدري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين. وللتعرف أكثر عما دار في أروقة ورش عمل المنتدى اليوم ينضم إلينا مباشرة من هناك موفدنا عمر المجالي. عمر، مساء الخير، ضعنا في صورة المحاور التي طرحت هذا اليوم في ورش العمل. مساء الخير عبد الله، يعني لليوم الثاني على التوالي ما زالت تتواصل ورش العمل. اليوم منذ الساعة 9 صباحا عقدت 7 ورش عمل، ولغاية اللحظة ما زالت مستمرة ورش العمل. ورش العمل عبد الله تطرح مواضيع كما تعلمون، مواضيع تختص بموضوع الحكومة الإلكترونية وموضوع الخدمة العامة المقدمة عبر الحكومة الإلكترونية. من الأمس هيئة الحكومة الإلكترونية هنا في مملكة البحرين نظمت ورشة عمل شاركت بها دول مجلس التعاون الخليجي، وتم خلال هذه الجلسة استعراض التجارب الخليجية وذلك للاستفادة الأكثر من تجارب الآخرين. الجلسات الأخرى أيضا شارك بها مندوبين عن الدول التي حضرت هنا إلى مملكة البحرين، وكانت الجلسات تشهد عصف ذهني للتجارب، وذلك للوقوف على الإيجابيات والوقوف على الخلل في بعض المواقع وتصويبها، وذلك للخروج بتوصيات من هذا المنتدى، توصيات ترقى إلى مستوى هذا الحدث الهام. أيضا على المحور آخر عند الساعة 5 من مساء هذا اليوم من المتوقع أن يكون هناك مؤتمر صحفي لدول مجلس التعاون الخليجي للحديث عن هذه التجربة في هذا المنتدى، ومن ثم ستنطلق هذا مساء هذا اليوم أيضا فعاليات بتنظيم من اللجنة المنظمة لهذا المنتدى ووزارة الثقافة. هذه الفعاليات كما تعلمون وكما ذكر التقرير قبل قليل، هذه الفعاليات تسلط الضوء على تاريخ البحرين وعلى الصورة الحضارية التي وصلت إليها مملكة البحرين. للحديث أكثر حول مجريات هذا اليوم وأجندة عملي هذا اليوم معي المهندس علي بن صالح آل صمع، مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. مهندس علي، اهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا، الله يسلمك. في ورشه العمل اليوم وورشه العمل امس، ورشه العمل امس وورشه العمل اليوم كان هناك
زي ما يعني حكينا كان هناك استعراض لتجارب دول مجلس التعاون الخليجي، أهمية هذه التجارب وكيف ستنعكس على المنطقة وعلى دول الخليج بشكل خاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة نسعد بالمشاركة مع تقريبا ما يقارب نصف دول العالم اليوم تجتمع في مملكة البحرين في هذا المنتدى الأممي من أجل تبادل الخبرات والمعارف في مجال الخدمة العامة وأيضا في مجال الحكومة الإلكترونية بالذات. والمملكة العربية السعودية تشارك كأحد هذه الدول التي لديها تجارب رائدة. استعرضنا في ورش العمل أمس واليوم تجارب المملكة العربية السعودية في مجال الحكومة الإلكترونية مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، ونجدها الحقيقة فرصة ممتازة جدا. هيئتها مملكة البحرين مشكورة ملكا وحكومة وشعبا لهذا التجمع العالمي لما يزيد عن نصف دول العالم في مملكة البحرين من أجل إعطاء أرضية لتبادل المعارف والخبرات من خلال ورش العمل المختلفة. جميع تقريبا الدول اليوم المشاركة قدمت تجاربها في هذا الموضوع وأثرت الحوار والنقاش وطلعنا على نماذج كبيرة جدا في هذا المجال. مهندس، كيف وجدتم الحضور خصوصا من الدول الأجنبية، الدول الأوروبية، الصين، هناك وفد كبير، كيف وجدتم تفاعلهم في ورش العمل الأخرى؟ والله كما ذكرت يعني تقريبا نصف دول العالم موجودة اليوم، كان تفاعل ممتاز جدا. الجميع أثرى الورش العمل بعرض تجاربه، النماذج المميزة التي يحتذى بها الحقيقة قدمت، فوفر على الدول كلها يعني عناء السفر والذهاب إلى الدول من أجل التعرف على النماذج الممتازة والمشرقة التي يستفاد منها. اليوم كلها اليوم تجتمع في البحرين وتعرض في مكان واحد، كانت الفائدة كبيرة جدا. دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر أحد النماذج الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية وحققت قفزات كبيرة جدا في تقرير الأمم المتحدة. استعرضت من خلال ورشة مخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي جميع الدول الست عرضت ما لديها مع جميع الدول الأخرى، عرضنا النماذج والتجارب والمشاريع الناجحة في مجلس التعاون الخليجي، كذلك استفدنا من تجارب الدول الأخرى في ورش العمل الأخرى. يعني مهندس علي شكرا جزيلا لك عبر استضافتك هذه. نعم يعني عبد الله، لكثرة تفاعل المشاركين أيضا ينضم إلي الأستاذ حسن جاسم السيد الأمين العام المساعد من قطاع تكنولوجيا المعلومات الحكومية في دولة قطر. أستاذ حسن أهلا بك في هذا المنتدى، تحدثنا عن مشاركة دولة قطر في هذا المنتدى. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أنا أحب أشكر مملكة البحرين على دعوتهم الكريمة واستضافة هذا المنتدى الهام. طبعا المنتدى يمثل فرصة يعني لنا ولجميع دول العالم، مثل ما شفنا يمكن في أكثر من 700 مشارك، يعني يمثل فرصة في أن احنا نتبادل التجارب وأيضا نتكلم في التحديات وطريقة حل هذه التحديات في مجال تطوير الخدمات الحكومية، طبعا تطويرها بأفضل الممارسات وباستخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة تمكن من توفير الخدمات في أكثر من قناة. أستاذ حسن، يعني كيف تنظرون إلى توصيات هذا المنتدى خصوصا كوفد من دولة قطر، ما هي الاستفادة؟ نعم. طبعا في يمكن ورش عمل مصاحبة للمؤتمر خاصة بتجارب دول الخليج، فهذا يمكن عطت انطباع لدول العالم المشاركة في المنتدى بمدى تطور بالله الحمد دول الخليج وكيفية التنسيق التام بيننا وبين دول الخليج، يعني في ظل وجود الحين استراتيجية موحدة للحكومة الإلكترونية. فإن شاء الله في يعني في غضون ساعة بتطلع توصيات من ورش العمل اللي عرضت اليوم. يعني أستاذ حسن جاسم شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. عبد الله، عودة إليك، للعلم يعني نعم، فعاليات هذا اليوم ستستمر إلى ما بعد 7 مساء، وغدا هو يوم الاختتام، هناك اجتماع على مستوى وزاري ستخرج عنه التوصيات وسيكون هناك بيان ختامي يتضمن جميع هذه التوصيات. إليك عبد الله. نعم عمر المجالي مفادنا إلى هناك، شكرا لك ولضيفيك الكريمين، شكرا.